وده الكابل بتاعه وده نفس الروت وده كده ده جوه فقاعه عشان فقاعه بتشيك لكن هو بلاكتين وثلاث اربعه هو ده كده بيشيك ثلاثه ونص اللي هي الكابل كل نقطه من النقط اللي هي عباره عن شانل وكل شانل مسؤوله عن ردد معين في الصوت علشان انك تفكر الاكسنال بارت بتاع الجهاز وتقدر ان هو يعمل سيميليشن للنيرف هنا الجمال بتاع العمليه ان احنا بعد ما نخلص العمليه على طول بنجرب الجهاز نحط الاكسنال بارت الارتفيشال بتاع الشكل يعني ونشوف الريسبونس بتاع النيرف اللي احنا عملناه اذا لم نبدا ريسبونس نبدا ريسبونس على طول فدول 12 شانل 12 قناه فال 12 قناه في الجهاز الريسبونس 12 شانل ايوه الحمد لله ال 12 شانل بتوع الحاجه دي الريسبونس لا طبعا هي لازم الوش اعلى شويه دي كان بوكس لينجو السلام عليكم عامله امتى ده؟ في فتره السمع بعد اولا اتاخرها ساعتين شو؟ طب والله العظيم كويس لا مش متعودين انتوا خمس دقايق واطلع ورم بس خمس دقايق لكن لكن لسه ما فاضي دلوقتي لا دلوقتي لسه لا احنا عملنا شكل لازم نكسر بارت اللي هو يدي يحول الصوت لكهرباء عشان يقدر يعدي في الجهاز ويعمل سيميليشن النيرف يبقى سيميليتد بالكهرباء فبيحول الصوت لكهرباء ودي موضوع موجود على كده لا لا موضوع على كده يعني دي بنسميها بيلينجوال انا قبل ما قلت لك اعلي الكلام لكن بص من وزاره الحاجه دي بسنها كبير يبقى اتعلمت الكلام وحصل لها مشكله معينه المشكله دي ادت لفقدان السمع في الناحيتين زي ما ده حصل لها لنفس حاجه. لا كويس لا كويس فان شاء الله ممكن اروح النهارده ان شاء الله بس هو من اسوان لا لسه ما لغايه ما الجرح يلتئم لغايه كل اسبوعين وبعدين باك تو الاكسترنال بارت ما ينفعش اكتبه الفيرتكس اهو لازم يتم الاول. قبله بعد السميات قبله بعد السيشن ده السميات اللي بيعملوه لكن